يا ما ليالي ودمع عيني يا عيني سيرتي غني ترررن وانا من مداري انا برضو شاري ودمع عيني فتنت علي ما هو غصب عني خدوا عقلي ملي قهوة عمل من الحان وتوزيع جرى الحمداوي تصور على شكل فيديو كليب في تطوان مع المخرج نانو فوتوغراف والحمد لله عمل جميل. التعاون مع جرى الحمداوي شيء جميل جدا وتبارك الله عنده واحد الدراية كبيرة في المجال الفني وعنده عمل ناجحة وهذا العمل أصلا كنا صوبناها واحد العام تقريبا غير ما كانتش الظروف أنه نخرجوه في هذاك الوقت وجاء الظروف أنه نخرجوه دابا. هذه ماشي اول تجربه في كتابه الكلمات وحيت انه كنت فيت كتبت بعض الاعمال ولحنت بعض الاعمال يعني كتابه ولحن وبالعكس الاغنيه اللي صوبت لواحد العام وزيد تقريبا غير وصل الوقت ديالي انها تكون حاليا في الظرفيه باش انه دائما نبقى على تواصل مع الجمهور ديالي يعني يوم يقلبوا الناس او لا عيتوا تقلبوا ما لقيتوا حتى شي حاجه قلتوا راه نتوما التصرفيقه اوغوز والحمد لله التصرفيقه بين قوسين هذيك غير بيرسوناج هذيك غير حاله من الحالات اللي ممكن كتعاش بعض المرات يعني ماشي انا راه كنغني الحاله ديالي اللي كنعيشها بالعكس انا كنت كنغني كل مره او كل اغنيه حاله من الحالات ديالي كنت كنغني مره في 9 سنين ولا مره في 8 سنين ولكن هذيك غير لما كنحس بانه بعض المرات في المجتمع ديالنا بعض الحالات كيدار وكنحاولوا ننفذوا من خلال الغناء يعني ممكن المره الجايه نغني كأن الحب شيء جميل الحب راه حلو الحب راه شيء راقي جدا فهذه غير حاله اللي ممكن من الحالات اللي كنمروا منها اذا ما موجهت لحتى شي حد هذيك الاغنيه كنظن الى سمعتوها مزيان غتفهموا الموضوع مزيان يعني الحب يعني علاش كنركزوا بالضبط غير على الحب غير تخربيقه عطيتي صار ديك التصرفيقه نكملوا المقطع الاول والمقطع الثاني تبارك الله راه كاين جوج ديال الكوبليات الانتقادات هذه اشياء ولات عاديه في مجتمعنا الحالي وبالعكس غير بعض المرات الحاجه اللي ممكن كيلقى بعض النوع الانسان انه كيفاش يقدر يشدها ويحاول يصنع منها واحد الحدث ما كيبخلش والدليل على انه حاليا كثير من الاعمال الفنيه الطربيه الجميله سواء لبنانيه ولا مصريه ولا مغربيه داز مرور الكرام ونتكلم على الصحافه على اعلام الجمهور اذا هذا راه كنظن جواب كافي بالعكس انا الحضور ديالي كان قوي جدا في مهرجانات وخصوصا هذه السنوات الفائته كنت في جولات اتصالات المغرب كان تم منادات عليه من طرف عده مهرجانات بالجنوب او ايضا بالشمال ايضا شاركت في مهرجانات حتى خارج المغرب كان مهرجان في فرنسا مهرجان الجاليه المغربيه كان ايضا مهرجان كان عندي بامريكا الجاليه المغربيه بواشنطن وايضا بوينسكانسن بالعكس يعني كان عندي واحد التواجد كبير بالمهرجانات ماشي غائب على وسائل التواصل الاجتماعي غير كنحاول دائما نكون خفيف الظل يعني ما نكونش ثقيل الظل على 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 المشاهد او الجمهور بحيث انه كل ساعه نبقى نبان لك بواحد الصوره وغير نبان باش نبان ولا نتكلم باش من اجل الكلام بالعكس انا كنحاول دائما انه لما نطل اطلاله من خلال الانترنت تكون اطلاله خفيفه لبيقه جميله اطلاله سوا فنيه مع جمهوري شي عمل انساني خيري فانا ماشي من نوع الناس اللي ممكن اي حاجه كيحضر فيها الانترنت وانا انا كنحترم هذوك الناس مي انا ممكن كنحاول دائما تكون اطلالتي في الانترنت تكون مدروسه وتكون مفيده بزاف انا باش ما نقدرش ننسى شي اسم من الاسامي ولكن تبارك الله واحد الكم كبير ديال الاخوان اللي كنا كنتلاقاو كنلعبوا كره كنتلاقاو في مناسبات فنيه يعني كاين العديد من مثلا غير مؤخرا كنا لعبنا واحد الماتش ديال الكره مع بزاف ديال الفنانين هناك طريق والاصدقاء ديالو ديال فايف ستار حاتم عمور تلاقي مع سعيد المسكير ايضا الداودي التولي في مجال السينما ومجال الدراما الحمد لله يعني كاين واحد التواصل
يعني ابار الموسيقى لما كنتلاقاو في شي مناسبه اولا مثلا شي شخص من هاد الاشخاص من الفنانين اللي كتكون شي مناسبه ديالو مثلا كيعرض علينا كنكونوا حاضرين معاه. انا غير بالنسبه للانترنت كنحاول دائما نكون نبان في شي حاجه اللي تستحق اللي تستاهل. اما يعني انسان كل ساعه كتبقى تبان عنده في الانترنت راه كطلع لي في راسه. ماشي دبلوماسيه لما كنقول لهم انا يعني فتح المجال لاي فنان مرحبا به، ولكن هذه حقيقه يعني فريمون انا كنحترم جميع الاذواق وجميع الثقافات الفنيه. بالعكس ممكن مثلا ندير ديو مع واحد اللي ممكن ما كيديرش نوع الغناء اللي كندير انا، مثلا ممكن كيدير الراب بار اكزومبل، نقدروا نديروا واحد الميلونج ما بين الثقافه ديالو والثقافه ديالي. يعني بالعكس انا الفكره عندي مفتوحه، شرف كبير انه ندير ديو مع فنان خصوصا من الفنانين المغاربه. حاليا منشغل في اشياء اخرى، منشغل في تحضيرات اغاني ديال جديده، منشغل في تحضير التصوير الفيديو كليب جديد ديال اغنيه جديده ديالي ان شاء الله اللي غتكون في راس العام ورا راس العام ان شاء الله. يعني عندي واحد الجوله في خارج المغرب، وانا يلاه دخلت من واحد الجوله من الديار الامريكيه. هذا الاسبوع غادي نكون ان شاء الله بالامارات العربيه المتحده، من بعد عاوتاني عندي امريكا، عندي بعض الحفلات ما بين اسبانيا وايطاليا. فظروف الشغل دابا حاليا خصوصا راس العام قرب كيكون الشغل كثير، يعني كنحاول كل حاجه نعطيها حقها ونعطيها وقتها. تحيه كبيره لكل متابعي قناه الدار، يعطيكم الصحه، اكيد تابعوا كل جديد على قناه الدار. كنحماق لكم، معكم حاتم إدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.